يا هلا، من هنا البداية. أنا مضيفكم جمال معقل، ورحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. وإلى أولى أخبارنا، أكد تحالف دعم الشرعية وصول 6 أسرى سعوديين كانوا أسرى لدى الميليشيات في اليمن إلى العاصمة السعودية في وقت يأتي بعد إطلاق السعودية في نوفمبر الماضي سراح أسرى حوثيين ضمن مبادرة إنسانية سعودية في ملف الأسرى والمحتجزين. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي أستاذ مبارك العاتي. مساء الخير أستاذ مبارك. مساء الخير أستاذ جمال، ولك وللسادة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك أستاذ مبارك. إطلاق المملكة لـ200 أسير مثلت مبادرة إنسانية لتهيئة الأجواء وربما تجاوز الخلافات بين الأطراف اليمنية، وهذا ضمن جهود التحالف لإنجاح اتفاق الرياض ودعم حل الأزمة اليمنية. كيف تعلق على هذه الخطوة؟ يعني دون أدنى شك، بشكل واقعي اليوم المتابع الملف اليمني يجد أن هناك زخم سياسي إيجابي يتزايد ويتصاعد بشكل ملحوظ تجاه تفعيل الحلول السياسية والحلول السلمية. تبادل الأسرى حقيقة تعتبر خطوة إيجابية من كلا الأطراف، من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أو حتى من الميليشيا الحوثية عندما أفرجت عن الأسرى السعوديين 6 الذين نحييهم حقيقة على شجاعتهم وبسالتهم للذود عن حياض الوطن، ونرحب بهم ونهنئ ذويهم بعودتهم. بكل تأكيد أن إفراج المملكة عن 200 أسير حوثي ومن ثم إفراج الحوثيين أيضا عن 6 أسرى هي تنفيذ لاتفاقيات وتفاهمات ستوكهولم التي انعقدت قبل عام تقريبا، وشهدت عدد من خطوات الإفراج المتبادل خلال الشهر الأخير تقريبا. خلال الشهرين الأخيرين كانت هناك خطوات متبادلة. هذه عملية بناء ثقة حقيقة تحسب لكل الطرفين، ونأمل تصعيد بناء الثقة حتى يكون هناك انفراجات حقيقية. الزخم السياسي الإيجابي بدأ يتصاعد، هناك خطوات ملموسة من كلا الطرفين، وهناك تمسك ورغبة متبادلة بالحلول السياسية التي من شأنها إنهاء الأزمة وفقا لمصالح الشعب اليمني الشقيق. فعلى اتفاق الرياض حقيقة والاتفاق التاريخي الذي نجحت المملكة في إبرامه بين الفرقاء اليمنيين وإنهاء الاقتتال واحتراب الداخلية اليمني يعتبر خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح لتطويق وحل الأزمة اليمنية، ويعتبر طوق نجاة لكل وأؤكد على كل الفصائل والأحزاب اليمنية دون استثناء. الاتفاق لم يستثني أي حزب يمني، فقط أن ينفض يده من إيران ويؤمن بالدولة المدنية اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب المنصور هادي. أستاذ مبارك، أنت تشوف أنه هذه الخطوة إذن حسب واللي ذكرتها في ثنايا حديثك كانت تمثل ربما قاعدة لحل سياسي مقبل للأزمة اليمنية، ترى أنه هذه الخطوة ممكن أن تسهم في بناء الثقة لعودة الأطراف اليمنية لطاولة النقاش وحل الأزمة سياسيا؟ دون أدنى شك هي خطوة للأمام، وهي خطوة تحسب لكل الأطراف أن هناك إيمان مشترك بأن طاولة المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل أي خلاف. اليوم نجد أن هناك مؤشرات تؤكد أن هناك مفاوضات بين الحكومة الشرعية اليمنية وبين التمرد الحوثي، والتحالف العربي بكل تأكيد سيدعم هذا التوجه. عندما رأينا المبعوث الأممي مارتن جريفيث يتوجه الكويت ومن ثم يتوجه إلى مسقط ويعود إلى صنعاء، بكل تأكيد هذه جهود مكوكية تبذل في سبيل عرب. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ مبارك. نشكر الأستاذ مبارك العاتي على حديثه حول وصول أسرى 6 سعوديين للمملكة للعاصمة الرياض وفق إطار تفاهمات الرياض التي تمت بين المملكة والأطراف اليمنية لدعم جهود التحالف لحل الأزمة اليمنية.